كاذب من يقول في جميع المراحل اللي فاتت بما فيهم اكبر موسيقي لاصغر موسيقي انه لم يتاثر بفن فريد الاطرش الشعبي او اتجاهات، لان دايره الفن هي دايره مجموعه ناس بيعملوا في مجال واحد. التاثرات بتيجي حتى بدون ان يعي اي حد فيهم، انما في فتره معينه تاثر بفريد الاطرش الحان جميع من يعملوا في الحقل الموسيقي. شرقية فريد الأطرش طبعا ما الواحد ما يتكلمش عنها لأنها كانت واضحة في ألحان في أعماله، الصور الغنائية اللي قدمها، الأوبريتات اللي قدمها في السينما كان واضح الشخصية فيها بشكل عميق. واعتقد انه كان رائد كمان في المجال ده، يعني اول من قدم فعلا الاوبريتات في مسار الشباب وبعدين رجع قدمها تاني في كل التبلات الغنائيه الشرق والغرب والحاجات دي كلها. كان بيصر دايما على انه يقفل الافلام بتاعته بنوع من الاستعراض او الاوبريت عشان يستعرض فيها الحاجات اللي ما بيقدرش يقول الاغنيه الفرديه. ده حقيقي. حقيقي ده كلام مظبوط. يعني يمكن اول فيلم غنائي فيه صور دي كان للاستاذ فريد الاطرش، انما هو كمان ايه اللي كان بيقدمه في الاستعراضات دي؟ كان بيحاول يستوعب لهجه كل بلد واسلوب كل بلد في الغنى وبيقدمه من خلال الاستعراضات دي. معرفش، بيتهيألي الاجيال الجايه هتقول عن فريد اكتر من اللي احنا بنقوله، لان انا عندي امل كبير ان الاجيال الجايه تكون اكثر دراسه منا. ودايما زي ما قال ناظم حكمه، اجمل البحار التي لم نخضها بعد، واجمل الاسرار التي لم تولد بعد، واجمل الكلمات التي لم نقلها بعد. فريد في يوم من الايام هيقيم كقيمه فنيه موسيقيه عظيمة في العالم العربي، ويمكن يكون هو من أول حتى الناس اللي تسجلت له موسيقات في أوروبا. يعني خدوا جمل منه وحولوها إلى مقطوعات موسيقية. فيه سعد قلت يا أم وليدي، وفيه ليلى، وفيه حبيب العمر عمل السلام بتوزيع أوركسترالي من فرانك بورسيلي. طبعا أولا تجربة بالنسبة لهذه الفترة تجربة رائدة جريئة جدا، اعتقد ان محدش سبقه ليها. وده كان طابع فريد الاطرش. يعني انا اذكر ان انا وانا كنت عايز صغير فوجئت بلحن فريد الاطرش خضني. يعني كنت غاوي مزيكا، بحب المزيكا وبعود تعلمت وانا صغير، انما بهرني لحن كان عامله فريد الاطرش اسمه انا اللي بحبه. شيء غريب يعني في الفترة دي، شيء غريب. وأصدق أن بعدها ابتدت موجة هذا الأسلوب عندنا في مصر في كثير من الألحان. بالمناسبة دي أنا أقدر أقول يعني وعلى مسؤوليتي أن الأستاذ المسخر محمد عبد الوهاب طلب من الأستاذ فريد في جلسة خاصة أنه ياخد منه 10 أغاني يأيدهم باسمه ويديله لحن أنا واللي بحبه. يا خبر، ده حاجة ما كنتش أعرف. أنا كان أبيها سني حوالي 14-15 سنة، وبغضت يعني حقيقي، وحسيت بأن أنا إحساسي كان مظبوط، لأن موسم حمسنين يعني يمكن موسمين غنائيين وراء اللحن الأول كله كان متأثر بهذا الأسلوب. عموما مهما الواحد يتكلم عن الأستاذ فريد الأطرش الأيام هتتكلم أحسن وأعظم، ويمكن تتكلم بدراسة عن أكثر.